ألف مبروك يا أستاذ. الله يبارك فيك يا باشا. في حاجة تانية؟ والحقيقة يعني في خير. يعني موضوع كده خاص سري. سري؟ سري ازاي يعني؟ حاجة كده يعني بيني وبينكم يعني. الله ما تتكلم على طول يا عم عادل. يا الله احنا خلاص ما بقاش في بينا الكلام ده. اللي انا عايزكم تعرفوه كويس ان انا مش ضعيف ولا خرع زي عزام وعنتر الله يرحمه. ونصيحة مني ليكم يعني ان انتوا تتعاونوا معايا زي الباشا مال. ده هيبقى لمصلحتكم ومصلحتي انا كمان. معلش يا عدي بيه، ممكن توضح اكتر؟ تعالي انتوا ما تعرفوش ان عزام وعنتر كانوا بيدفعوا لي نسبة من جملة ارباحهم. اشمعنى يعني؟ يعني نظير ان انا المحامي بتاعهم، بشف على عملهم وبصوم مصالحهم. ماشي، مفيش مشاكل عدل بيه، تحت امرك. انا كنت واثق ان احنا هنتفق وعمرنا ما نختلف. طب والنسبة دي يعني تطلع كام كده؟ 33% من جملة ارباحكم. كام يا اخويا؟ مش كتير شوية يا عدل بيه؟ بالعكس، ده نظير الخدمات اللي ممكن اوفرها لكم، والكلام الكويس اللي ممكن اوصله للباشا يبقى اكتر من كده بكتير. على فكره انا عمري ما كنت طماع، بالعكس انا بحب الشباب اللي زيكم، بحب اشجعهم. عشان كده انا هعمل لكم خصم هخليها 25%. قلت ايه؟ ماشي، مفيش قول بعد قولك يا عدل بيه. كده يبقى احنا متفقين وكل شيء واضح بينا زي الشمس في عز الظهر يا باشا. تعجبني. شوف يا ميسة، انا وانت كنا ضحايا العدل. انا اتسجنت 7 سنين وانت اتسجنت معاه 7 سنين كاملين، من احلى ايام عمرنا. واظن جه الوقت اللي لازم ناخد بحقنا منه. انت ناوي على ايه يا صلاح؟ ناوي اشربه من نفس الكاس اللي شربنا منها زمان. المرار اللي عشته 7 سنين في السجن والمرار اللي انت عشتيه معاه 7 سنين لازم يدفع ثمنه غالي وغالي قوي. بس عدلي مش سهل زي ما انت فاكر. ده لو شك ان في حاجه بينا مش هيرحمنا، ولا انا ولا انت. يا ميسة، يا ميسة، احلى سنين عمرنا ضاعوا بسبب عدلي، وده حرام. وحرام كمان سنين عمرنا اللي جايه تضيع بسبب عدلي. انا لازم امشي، عدلي زمانه رجع بيتي. صلاح ميسة، فكري في اللي قلته لك كويس وانا هبقى اكلمك. فتحي
يا فتحي انت هذا؟ ايوه سعادتك باشا. ساعة كنت؟ كنت فين؟ كنت بجهز الغدا سعادتك. جهز الصبح واطلع عند المدام عايزك. المدام مش موجودة يا باشا. يعني ايه مش موجودة؟ خرجت سعادتك. ايش راحت فين؟ لا سعادتك ما قالتش. كنت فين يا هانم؟ خرجت شويه. ما انا عارف انك خرجت. خرجت رحت فين؟ ابدا كنت عند ماما. اشمعنى؟ ما انا قلت لك قبل كده يا عدلي ان ماما كانت تعبانه ولازم كنت اعدي عليها في البيت. ولا هو بقى حرام ان انا ازور ماما؟ لا لا حرام ولا حاجه، بس المفروض قبل ما تخرجي تستاذني مني. ما هو حضرتك ما كنتش موجود علشان خاطر استأذن منك، ولا المفروض عليا كنت اقعد استناك والبس واجهز واستنى حضرتك لحد ما اتشرف عشان اخد منك الاذن الكريم. ايه اللهجه اللي بتتكلميني بيها دي يا ميسا؟ انا اسفه يا عدلي. ميسا 100 مره قلت لك قبل كده لما اكون بكلمك ما تدريش ضهرك وتمشي قبل ما اخلص كلامي، مفهوم؟ حاضر يا عدلي، اتفضل خلص كلامك. لا مش هنتغدى مع بعض ولا ايه؟ لا انا ماليش نفس، كل انت عن اذنك. شدوا حيلكم يا رجاله، خلونا نروح بقى من غرفه داهيه. ايه الاخبار يا بركه؟ فل الفل. محاربي فين؟ راح مشوار، حصلنا على المعلمه انشراح. مشوار ايه ده؟ اهو مشوار كده بيربط الحبال السايبه. يا عم عنتر عامل ايه؟ حربي اللي انتوا بتعملوه ده غلط وغلط كبير. لو الباشا الكبير علم بيه مش هيرحمكم. متخافش علينا يا عم عنتر، كل اللي بيحصل ده بأوامر الباشا الكبير، وأوامره لينا نخلص من عزام وعنتر. عزام خلصنا منه بقى الله يرحمه، ما فاضلش غيرك. جاي تقتلني؟ انا لو كنت عاوز اخلص منك كنت قتلتك امبارح بالليل في العوامه ورميت جدتك في النيل. بس بصراحه ما قمتش عليا. اي مكان برضو احنا بنعيش وملح، والعز اللي احنا فيه ده انت واحد من اسبابه، والنادل بس هو اللي ينكر ده، واحنا مش قدها يا عم عنتر. قصدك ايه؟ انت بلدكم في الصعيد مش كده؟ اسيوط مركز البداري، بلد اسمها العتمانيه. امسك. ايه دول؟ انا هقوم اوصلك دلوقتي الاول للطريق هنا، ومن هناك تاخد اي مواصله ترجع بيها بلدكم في الصعيد. عايزك تختفي هناك، غير شكلك غير اسمك، المهم اياك ترجع القاهرة هنا تاني. احزار؟ عايزك تختفي من على وش الارض. عنتر الشندويلي ده بح، كان في منه خلص، فهمني يا عنتر؟
انت اللي فاهم يا باشا. الخبير اللي بيعرف انك انت هربتني هيسكت؟ لا، هيفضل ورانا احنا التنين لحد ما يقتلنا. انت بتعرفش الناس دول يا حربي؟ تعرفهمش؟ دول مفيش في قلوبهم رحمة. محدش بيدور على ميتين يا عم عنتر. انت بالنسبة للباشا الكبير دلوقتي اتقتلت امبارح بالليل في العوامة واترمت جتتك في النيل، وزمان السمك اتعشى بيك وحبس. انت قلت له كده؟ يلا يلا بينا نمشي من هنا، الدنيا قربت ليل واللي سطر عليا وعليك. ايوه ايوه عدلي بيه، انا مفيد. انا مفيد في ايه تاني؟ الحكاية عكت على الاخر، وانا بصراحة ماليش غيرك. البركة فيك عدلي بيه. يعني ايه البركة فيا؟ انا كنت خلفتك ونسيتك يا عدلي بيه. ده انا من رجالتك ومحسوب عليك، وياما وقفت جنبك وساعدتك. المفروض انك تقف جنبي وتساعدني في الوحلة السودة اللي انا فيها دي. انا نص ساعة وهكون عندك في الفيلا. اوعى تيجي الفيلا، من مصلحتي ومصلحتك ان ما نتقابلش تاني بعد كده خالص، مفهوم؟ يا عدلي بيه، انا مفيش قدامي غيرك عشان الجأ له، ولا هضطر الجأ للبوليس علشان يحميني، وساعتها هقول على كل حاجة. انت اتجننت يا مفيد؟ بوليس؟ ما هو يا اما تقف جنبي وتساعدني، يا اما يبقى عليا وعلى ادائي. انا نص ساعة وهكون عندك في الفيلا، ويا كده يا كده. ايوه دنيا خير؟ عاجبك اللي حصل ده بقى يا سي حربي؟ اهو الكباريت قفل واتقطع عيش كل اللي شغالين فيه، وانا طبعا منهم. ولا يهمك يا دنيا، بكره ربك هيفرجها. هيفرجها ازاي بس؟ بقول لك ايه، انا مش فايقلك دلوقتي ومش عارف اتكلم معاكي في التليفون. بكره على بعد الظهر كده اعدي عليكي وارسيكي على كل حاجه. بس على الله تفوت، ما تطنشش. وانا عمري طنشتك. جرى ايه يا حربي؟ بتدلع عليك يا اخي، ولا هو الدلع يعني حرم اليومين دول؟ دلع دلعي بنت زي ما انت عايزه، بكره تدعي لي. طيب المهم ما تتاخرش علي. ماشي مش هتاخر. يلا شد انت. واحد الكهرباء مسكته قال لها مش انا مش انا. اهلا يا معلم حرب. مساء الفل، احلى سهر. يسعد مساك. كنت فين كل ده يا حرب؟ قاعدين مستنيينك. بخلص مصلحه كده يا معلم. عملت ايه؟ كل خير. Thank you.
الو صلاح، الحقني يا صلاح الحقني. ايه يا ميسه في ايه؟ صلاح انا لازم اقابلك، لازم اقابلك ضروري جدا. ايه عادل عرف ان احنا اتقابلنا؟ لا لا لا. امال ايه اللي حصل؟ مش عارفه يا صلاح، مش عارفه اقول لك ايه. ما تتكلمي يا ميسه. صلاح مش هينفع احكي لك اي حاجه على التليفون، اقول لك بكره، بكره لما اجي لك هحكي لك على كل حاجه. يا سلام يا معلمه، حبه اكل انما ايه؟ اخر تمام. شوفي رغم انها ما فيهاش حمام محشي بس مش مشكله، حلو حلو. ما هو مش معقول كل يوم بقى حمام حمام، ده احنا حتى كده نزهق. على رايك يا معلمه، اصل العزال كتروا قوي اليومين دول. عامله ايه دعاء في شغل المسابك؟ تمام الحمد لله. دعاء دي ربنا بعتها لنا من السما، بتعمل احلى شغل، شغل 100 100، متابعه كل طلبات العملاء والتسليم والتنفيذ، بنت تعجبك. برافو عليك يا دعاء. ان شاء الله بكره الصبح بفوت على عم نوفل ارتب معاه كل حاجه. ترتب معاه ايه؟ موضوع الجواز، والمره افوت على السمسار يفرجنا كام شقه كده حلوه في وسط البلد. مالك يا دعاء؟ في ايه؟ لا ابدا مفيش اي حاجه، مفيش حاجه. دودو يلا قولي للساره تيجي تلم الاكل، احنا خلصنا عشا خلاص، قولي لها تعمل لنا طعم الشاي. يلا يا رجاله نقعد في الساره. اتفضلوا اتفضلوا يا زين. مش هتقوموا ولا ايه؟ يلا حاجة. أنا تمام. لا طبعا في. يا بنت ده أنا حافظك من وأنت عيلة قد كده. أنت في حاجة شغلاك يا دعاء؟ في حاجة مغيراك من ناحيتي؟ زين أنا عايزاك تركز في شغلك والنبي، ومش عايزاك تشيل هم. طب وهو أنا عندي أغلى منك في الدنيا دي عشان أشيل هم؟ يا بنت ده لمونة عيني، يوم ما نتجوز نتلم انا وانت في بيت واحد. ليه السربعة دي؟ ليه يا زين بتصربع على ايه؟ سربعة؟ ايوه يعني انا شايفة ان مفيش داعي يعني للسربعة، ما تكركبش كل حاجة كده على دماغنا. بلا يا دعاء، وانا كل ما اكلمك تركبي لي الوش الخشب؟ هو في ايه؟ مفيش حاجة يا زين، هيكون في ايه يعني؟ والله اسألي نفسك بقى، شوفي انت بتكلميني ازاي؟ والله بقى هي دي طريقتي وده اللي عندي، واحنا يا ابن الناس لسه على البر، لو مش عاجبك خلاص بلاش الموضوع ده كده. يا زين انت عارف انت غالي عندي ازاي؟ وعارف ان انا شايله همك، وعايزك تاخد بالك من نفسك ومن شغلك، وكمان عايزك توعدني وعد. اوعدك. مش لما تعرف ايه الوعد الاول؟ انا غير ما اعرف يا ستي اوعدك. زين انا عايزك تاخد بالك من نفسك كويس قوي ومن شغلك كمان، ومش عايزه اي حاجه تعطلك عن الحلم اللي انت نفسك تحققه طول عمرك، حتى لو كانت الحاجه دي انا. توعدني؟ هو في ايه يا دعاء؟ مفيش حاجه يا زين، وانت ما تعرفش يا زين توعدني من غير ما تسال. اوعدك يا دعاء، اوعدك. ايه اللي مسعيك لغايه دلوقتي؟ ابدا، انا كنت مستنيك. انت كنت فين؟ انا كان عندي شغلانه بخلصها كده. وخلصتها؟ بقول لك ايه؟ انا مش فاضي المناقشات الفاضيه بتاعتك دي. نامي، عندي شغل الصبح بدري. يلا، صباح على خير. ايه مالك يا زين؟ دعاء يا حاج، انا ما بقتش فاهم حاجه. بعد ما كنا خلاص اتفقنا على الجواز، زي ما تكون بتتهرب مني ومش راضي تديني عقد نافع. هو انت كده يا زين على طول؟ عصبي ومتهور وبتصربع
واخد كل حاجه بالدراع. يا ابني انت ما شفتهاش لما دخلت عليها المطبخ عملت ايه؟ ده انا بلمس كتفها بس زي ما اكون عقربه ولا دعيتها. طب ودي والنبي حاجه تزعل؟ والله مالكش حق. انت المفروض تفرح يا زين. انت يعني كسفت لما لمست كتفها عادي يعني. بعدين بيني وبينك ده حاجه تفرحك ما تضايقكش. كبر دماغك يا زين وما تعملش من حبه هوب. يا ابني اكبر دماغي ازاي؟ انت رخ. دي بتقول لي كل واحد يروح لحاله. انا يتقال لي كل واحد يروح لحاله يا حربي؟ لا حربي لا انا مش مستريح. دعاء متغيره من ساعه ما رجعت المنطقه. دعاء اللي انا اعرفها غير دعاء دي يا حربي. ده انا يوم ما فتحتها في موضوع جوازنا طارت من الفرح. تيجي دلوقتي وتقول لي لا استنى احنا لسه على البر. ركز في شغلك وركز في مستقبلك. والله البت دعاء دي اعقل منك بمليون مره. اه والله اعقل. بصي بصي مش عايزك تشغل نفسك بالشقه والتشطيب والتوضيب وتهمل في شغلك. بعدين بيني وبينك يا زين بقى مشوار قدامنا لسه طويل. مش عايزين حاجه تعطلنا. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. ده نفس الكلام اللي قالته دعاء. مش قلت لك اعقل منك بمليون مره. بس انا كده متعلق في الهوا يا حربي. ده طايل سما ولا طايل ارض؟ بقول لك يا حربي. ما تكلمها انت حل. تكلمها ايه؟ قول لها ان احنا هنتخطب وبعد كده لما يبقى يقول الاوان نبقى نتجوز يا سيدي. على الاقل رساله على بره يا حربي بدل الشحطاطه اللي انا فيها دي. طب ما تكلمها انت. انا لا ما ينفعش. انا مش عارف اكلمها. هي بتعزك انت يا حربي وبتحترم كلامك. ومن الاخر كده ما حدش عارف اقنعها بالموضوع ده غيرك. عايزنا اشتغل لك خطبه على اخر الزمن يا ده زين. وهو انا ليه غيرك يا حربي؟ مش انت صاحبي واخويا يا جدع؟ طب لا نام بقى وسيبنا نام في ليلتك اللي مش فايته دي. طب هتكلمها؟ هكلمها. شكرا يا صاحبي. وما تزعلش يعني ان انا شخبت فيك. وراي يا جدع؟ هنقضي الليل كله بشكرا واعتذارات وكلام فارغ من ده. نام بقى، نام واتخمد، نامت عليك حيطه. نام. نام انت يا حرمي. تصبح على خير. خليك على القهوة حاجة. ماشي. قول لي ايه، انا معتمد على الله وعليك. ما تقلقش يا زين كله بقى تمام. ماشي. يلا. زين. ايه؟ هو الواد حالي رايح فين بدري كده؟ رايح المسبك يطمن على الشغل. وانت كمان يلا روح المستودع بشر العمال وابعت الحديد اول باول على المسبك. حاضر. بقول لك ايه صحيح؟ هي البيت دعاء كملها امبارح. كان شكلها مقير منك قوي. زعلتها في حاجه؟ وانت مال اهلك انت مقيره ولا مش مقيره؟ يلا روح اغسل وشك خليك تروح شوف شغلك. طب يا عم خلاص. تعالى هنا هات الشاي ده. مليان سكر. اي حاجه. يلا روح. عم شحت احنا لازم ننجز شويه لان كده مش هينفع. الطلبيه دي المفروض تبقى جاهزه الساعه 3. باذن الله هتكون جاهزه. يلا يا رجاله الهمه النار. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. كنت عايز اتكلم معاكي كده كلمتين على جنب. تعالي. خطوبه ايدي اللي انت بتتكلم عنها مش حلوه. ما كنتش عارف اللي فيها. وبعدين انا لا يمكن ابدا اضحك على زين او اخوه. ومين بس جاب سيره الخم يا بنت الحلال؟ زين حالته وحشه قوي يا دعاء ومتدمر يصعب على الكافر. واحنا داخلين على شغل كبير قوي محتاج مننا تركيز جامد. يرضيك يعني ان زين يروح ورا الشمس؟ ها؟ بعدين يعني الموضوع كله بس قرايه فاتحه كده وخطوبه على الضيق عشان الراجل نفسيته تهدى. بعد الخطوبه دي ايه؟ مش كاتبه كتاب وفرح ودخله؟ ساعتها انا بقى هتصرف ازاي؟ ساعتها يحلها الحلال. حلال ايه ده بقى؟ ان شاء الله اللي هيحلها. نبقى نقول له خلاص على اللي حصل. نقول له؟ وانت تفتكر ان انا هقدر اقيم عيني في زين واقول له حاجه زي دي؟ ده انا الموت عندي اهون الف مره. يا دعاء يا دعاء ثلاثة بالله العظيم انت مالكي ذنب في اللي حصل. انت ضحيه. وبعدين زين بيحبك قوي وانا متاكد انه ما يعرف الحقيقه اكيد هيعذرك. ذنبه ايه اصلا انه يتجوز واحده بظروفي؟ زين يستاهل احسن مني الف مره. حرام عليا. سيبك من كلام الافلام العربي ده وقولي لي انت بتحبي زين؟
عمري ما قلبي دق لواحد غيره. ربنا شاهد على كلامي. خلاص خلاص يا بنت الحلال، تعب قلبي ليه معاكي بالصبح؟ لو بتحب زين صحيح وخايفة عليه وعايزة مصلحته، يبقى لازم تسمعي اللي بقولك عليه وتنفذيه بالحرف الواحد، وإلا هندخل في متاهات يا دعاء ملهاش أول من آخر، ويا عالم هنخرج منها إزاي. وافي يا دعاء، وافي على الخطوبة، وإن شاء الله ربنا يسهل. إيه حكايتك يا نعيم؟ رجالتك بيخلصوا واحد ورا التاني كده ليه؟ رشوان مسافر زي ما أنت بتقول، وعزام اتقتل، وعنتر اتشقت الأرض وبلعته، إيه الحكاية دي؟ والله زي ما تقول سعادتك، عملية تحليل وإبدال، عملية تغيير ديكور يعني. وما تنساش سعادتك إن كل ده تم بناء على تعليمات سعادتك. تعليماتي إنك تاخد بالك منهم وتبعدهم، مش تخلص عليهم. بعدين أنا ياما قلت لك حكاية الدم دي ملهاش لازمة أبدا يا نعيم. والله سعادتك ما كانش قدامي حل تاني، وإلا كنا هنفتح على نفسنا أبواب جهنم. قول لي بقى، ايه حكايه العيلين دول حربي وزين ده؟ مالهم يا باشا؟ حقيقي هيحلوا محل عزام وعنتر؟ ايوه فعلا، العيال شغلهم كويس، واعتقد انهم هيسدوا قوي. بس دول مش من مستوانا، مش مستوانا ابدا. في دي عندك حق سعادتك، هما فعلا مش من مستوانا، بس انا من رايي ان احنا نسيبهم شغالين لغايه ما العيون تبعد عننا خالص، وبعد كده بقى زي ما خلصنا من غيرهم نخلص منهم، ويبقى عندنا فرصة نلاقي حد من مستوانا يشتغل معانا. وأخبار البضاعة إيه؟ منايمين الحكاية شوية، لغاية ما عيون المباحث تبعد عننا خالص. بس أؤكد لسعادتك إنه قريب قوي إن شاء الله الشغل هيرجع زي زمان، ويمكن أكتر كمان. أنت متأكدة من اللي بتقوليه ده يا ميسة؟ بقول لك أنا شفته بعناية، طلع المسدس وضرب الراجل في دماغه بالرصاص. بقدر احطه في العربيه، الله اعلم يا صلاح وداه على فين. طب ولما رجع ما قالش حاجه؟ لا خالص. الراجل اللي عدلي قتله ده تعرفيه؟ شفتيه قبل كده؟ لا صلاح، انا خايفه مرعوبه، انا مش عايزه ارجع اعيش في البيت ده تاني ابدا، مش عايزه اشوف عدلي ده تاني ابدا. هيحصل يا حبيبتي هيحصل، بس مش دلوقتي. امال امتى يا صلاح؟ امتى؟ قريب يا حبيبتي قريب. انت بس كده تهدي وتروحي، تتعاملي مع عدلي عادي خالص لحد ما نفكر هنعمل ايه في الموضوع ده. انت عايزني ازاي ارجع اتعامل معاه عادي؟ اهدي بقى يا ميسه، اهدي كده. مش قادره يا صلاح، مش قادره. انا عدلي ده مش عايز ارجع اشوفه تاني ابدا، ارجوك يا صلاح، انا مش عايز ارجع اعيش في البيت ده. انا مستعد اعمل اي حاجه اي حاجه، بس ما اشوفش عدلي تاني ابدا. اي حاجه يا ميسه؟ اي حاجه يا صلاح. يبقى اسمع الكلام وتروحي دلوقتي، وتسيبيني افكر في الموضوع وادبره كده في دماغي، ونشوف هنتصرف ازاي في الموضوع ده. ماشي يا ميسه. انت لسه هتولع؟ عملت ايه؟ اصبر يا زين، فنجان قهوه ساده. هذا كيمو ساده؟ ما وافقتش. ما تصبر بقى يا زين، امال بلاش الصنعه اللي انت فيها دي، انا دماغي بقت قد كده منك انت والبنت دعاء بتاعتك. نشرب القهوه الساده وبعد كده نبقى نروح بقى على عم نوفل نشرب هناك القهوه الزياده، ولا تحب شربات؟ هي وافقت يا حربي؟ عيب يا واد، انا حربي ابو العينين، مفيش حاجه توقف قصادي ولا حد يقدر يقول لي لا. يا جدع انا شفت دمي. طب كان لازمته ايه الكلام اللي قالته ده ونشفيه الدماغ دي؟ تقول لبنات بقى يا جدع، ما انت عارف. وبعدين ان شاء الله الفرحه هتبقى فرحتين، فرحه خطوبتك على دعاء، وفرحه استلامنا شغل الجديد. طب انت مستني ايه؟ لا انا مستني القهوه بس يعني. يا جدع قهوه ايه؟ قوم يا جدع نشرب الشربات عند عم نوفل، قوم يا جدع. يا باشا عرفت تفتحي كمبيوتر عزام؟ ايوه يا فندم، وجبت منه كل المعلومات الخاصة بالعمر، أرقام تليفوناتهم وعناوينهم وأساميهم.
كويس قوي، برافو عليك. جهزي بيهم كشف وطبعيه. ابعتهم لحربي وزين؟ ابعتيه، بس فاهمينهم ما يتصلوش باي حد وما يتصرفوش اي تصرف الا لما انا اقول لهم. حاضر، اتفضل حضرتك. ايه ده؟ البوست حضرتك. كل دي؟ ليه؟ حضرتك بقالك كتير ما جيتش المكتب. سيدي اعمل قدامي دلوقتي. مالك يا باشا؟ في حاجة مضايقاك؟ عزيز بيه قال لحضرتك حاجة ضايقتك؟ لا بالعكس، المقابلة كانت كويسة جدا. أمال حضرتك جاي متوتر ليه؟ في حاجة حصلت مستغربها شوية، ما كانش المفروض إنها تحصل. حاجة إيه؟ عزيز كان عارف إن أنا جبت حربي وزين مكان عنتر وعزام. غريبة رشا، هو كان عارف المعلومة دي من قبل ما راح له. طب عرفها ازاي ومن مين؟ الحكاية دي بالذات محدش يعرفها غير تلاتة بس، انا وانتي وعدلي. تفتكر حضرتك انه عدلي؟ مش عارف يا رشا، مش عارف، بس دي مش أول مرة أسراري تبقى مكشوفة عند عزيز، بس لازم تكون المرة الأخيرة، لازم. ألف ألف مبروك يا عرايس. الله يبارك فيك يا معلم. اتفضل يا معلم حربي. ربنا يكرمك يا معلم. عقبال كده يا رب ما نشيل ولادكم. من يد من أعدامها. كل دعاء اشربي. عقبال شربات فرحك ان شاء الله. عقبالك. وانت كمان يا معلمه. تسلم ايديك يا معلمه. الف مبروك يا عم نوفل. اتفضلي يا حبيبتي. الف مبروك يا اولاد. ما قلتولناش بقى ناويين على امتى؟ على الخميس الجاي. الخميس الجاي يلبسوا الدبل ويعلنوا الخطوبه. كاتب الكتاب بقى والفرح يعني براحتهم بقى. شهرين ثلاثة خمسة أو على ما زين يلاقي شقة حلوة ويوضبها ويظبطها وكله يبقى تمام التمام. والله أنا لو عليا أنا عايز أتجوز النهاردة قبل بكرة، بس دعاء بقى قالت لي كل حاجة لازم تترست الأول. مش كده ولا إيه يا دعاء؟ يلا بقى يا عم زين، يلا خلص شربتك ويلا بينا. يلا بينا على فين؟ أصل يا معلمة يعني عقبال عندك، إحنا إمبارح اشترينا شركة ومسرح منوعات كده ولازم نستلمهم النهاردة. اشتريته؟ طب جبت الفلوس منين؟ هو ربك بيرزق بقى. ووش دعاء علينا، وش السعد علينا كلنا. يا حلولو ان شاء الله دايما يا حبيبي ما يفرق بينكو حد. فرحانه لك قوي يا حبيبتي. يلا يلا بينا عم زين، ولا هتفضل قاعد مبلط لي كده جنب حبيبتي القلب؟ لا لا حالا اهو حالا. قبل افوت عليك بالليل. ها السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هو احنا هنعدي على الكباري الاول ولا على شركة المقاولات؟ لا انا هوصلك تروح تستلم شركة المقاولات انت، وانا راح اخد الدنيا واطلع على الكباري. احسن برضه، البنت دي انا مش عايز اشوف وشها. خرابي عليك يا زين، خرابي عليك. ده البنت يا جدع وقفت معانا وقفة رجالة في موضوع عزام ده. برضه مش عايز اشوف وشها يا حربي. ماشي يا عم زين، هنخلص ونتقابل هنا تاني. ها ماشي. ازيك يا دنيا؟ يا سلام، هو ده اللي بعد الظهر وتجيلي على المغرب؟ ده انا قلت خلاص مش جاي. عيب يا بنت، طالما قلت لك جاي يبقى جاي. ايه بقى اللي اخرك؟ كان ورايا مليون حاجه. وبعدين هو انت يفرق بالنسبه لك الكلام ده؟ ده انت بتاع الليل واخره، انت اسمر يا جميل. ده ما بقاش فيها لا ليل ولا اخره يا حربي، دي شكلها طبلت على دماغي وعشره قطع. اديني قاعده اهو بقرقط في ضوافري. وتقرقطي في ضوافرك ليه؟ هو بنت غير هدومك. اشمعنى؟ اصل احنا خارجين. هتاخدني تعشيني يا حربي؟ يا بنت بطلي مقاس وقومي غيري هدومك. ما تقولي رايحين فين؟ هقول لك في الطريق.